هل نحن بحاجة إلى تغذية عقولنا في رمضان؟ البعض يركز على تغذية البطن وينسى تغذية العقول. الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم حثونا على قراءة القرآن وبالتحديد في شهر رمضان الكريم، وإحنا دائما نحاول نختم القرآن أكثر من مرة في هذا الشهر. ولكن هل القراءة أو قراءة القرآن تفيدنا وتنمي صحتنا؟ بالفعل، مجرد أنك تمسك كتاب الله سبحانه وتعالى وتقعد فترة وتقرأ، هذه عبارة عن تغذية مجانية لعقولنا، لأنها تساعد على تنشيط الخلايا العصبية. ولا تنسون الأطفال أيضا، تركزون عليهم وتعطونهم الكتب ويقرون القرآن ويحفظون، لأن هذه كلها ممارسات صحية وخاصة في شهر رمضان الكريم. فكروا صح وفكروا بالصحة.